خبيل هذا اللي حافظ مو فاهم اللي قالي مقطع وانا اقول فيه 1,7400 وحسبها من عنده، حتى ما جابها بالملي، 44 45 زودها الله يوفقك. الله يسدها بوجهك يا ناصر قلامي. يعني ليه تجابها بالملي؟ ممكن اسامحه، زودها، زود سنه. حسبي الله عليك يا ناصر. ها شكرا والله يا حياتي. خبر ارتباطي إشاعة حياتي. سنجل، بعدين أنا مسامحت ناصر على كل شيء إلا إنه زود سنة. قهرني الله يقهر. لا حول الله. ابو حامد يقول الله يرزقك. ابو حامد وش ناوي عليه؟ ابو حامد عارف الحركات هذه. ها البدوية، ابدوية يا قلبي، وطي تنكبتك وطي، داعس تر على تسبتت، داعس ابدوية، ودك انك تجين طرف اصبع رجلها الصغير هذا اللي انا قاعد اناظر فيه بس مو حاصل لك يا حياتي، تخسر وتهبين. ها صدق عمرك ب40؟ لا والله. ها قدرك تناظري؟ نعم شفت المكان اللي انا ناظر فيه، هو اعلى مكان فيك. اللي انا ناظر فيه رجلي اعلى مكان فيك. نعم صح، انكتب الرقم صح. أيوة طيب كم عمرك يا دودي؟ ليه؟ وش تبين بعمري يا حياتي؟ نجمة وش تبين بعمري؟ قولي وش تبين بعمري وأنا أقول لك. ها؟ وش تبون بعمري انت؟ بتشاركوني عمري؟ بديت اخاف منكم مره مركزين. شكرا حياتي على القلب، مره مركزين على عمري. خير طيب خلاص ان شاء الله باذن الله بلادي قريب وراح تعرفونه. مبارك شكرا. شكرا يا اس ان، العجوز يخافون من العمر؟ لا بالعكس، ليش اخاف؟ هو عمري مكتوب علي، بالعكس ان شاء الله اني من طويلين الاعمار. اسوي تصويت اقول ولا ما اقول؟ شوفوا في شخص انا الحين انا متاكده انه يتابع اللايف، اذا قال لا أسوي تصويت، إذا قال لا ما أقول ما أقول. يلا ال ال الأحمر أيوة، والأزرق لا أقول. ها أنا شفت إيوة، نعيد التصويت.
لا نعيد التصويت، لأني شفت ايوه ترى الأحمر ايوه والأزرق لا. أنا شفت أحمر. أوكي خلاص. لا أمي قالت لا. خلاص لا. أمي خايفتن عليه يا عمري، خايفتن على بنيتها. خلاص قالت لا يعني لا. أوكي لا هو لا خلاص لا سعود قال لا. لا خلاص دحين ميلادي إن شاء الله قريب، 10/9، 10/9. عشرة تسعة فنان اللي قال. اوكي المهم شفت اللي انا شفته. ها كم عمرك؟ العمر ما يهم يعني، صدق صدق لو اقول لكم اني انا ابتدى عمري من 7 شهور. يعني من ساعة ما عرفتكم يعني في البدايات ما تنحسب لأني لسه ما عرفتكم زين، بعدين لما عرفتكم خلاص يعني بدأت حياتي. لا ما راح أقول. شو عندك يا غين انت بس بتستغمز رغم لا ميلك عينك انت فيصل يا فيصل.